ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيها المسلمون عباد الله، هذا الحديث حديث عظيم أرشدنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باب عظيم من أبواب دخول الجنة، وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستدخل الجنة، ولكن قال: إلا من أبى. فتعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ أي من يأبى أن يدخل الجنة؟ لأن هذا، أي دخول الجنة، كل أحد من هذه الأمة يتمنى أن يدخل الجنة. لذلك قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن عباد الله، إذا أردنا الدخول في جنة عرضها السماوات والأرض والفوز بهذا النعيم العظيم، فعلينا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا وفيما نهانا. وقد أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى هذا الأمر في كتابه العزيز، فقال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى: يومئذ
يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي أرشدنا الله تعالى فيها إلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغير وكبير. يجب علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطاعة لا تكون باللسان فقط، إنما لا بد مع اللسان العمل، ومن قبل ذلك لا بد من الاعتقاد والإيمان. فإن الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا الإيمان به عليه الصلاة والسلام وطاعته عليه الصلاة والسلام والعمل فيما أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام وترك ما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. هكذا تكون الطاعة الحقيقية عباد الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة ولاة الأمور عباد الله. هذا من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والآية واضحة في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاحظوا عباد الله أن الخطاب في هذه الآية موجه للمؤمنين، لأنهم هم الذين يستجيبون لأمر الله تبارك وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء هم المؤمنون حقا، الذين إذا سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سمعنا وأطعنا. وإذا سمعوا أي قول مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام ضربوا به عرض الحائط، مهما كان قائله ومهما كانت قيمته ومهما كان قدره عند الناس. فإذا كان قوله مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نضرب بقوله عرض الحائط. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل طاعة ولاة الأمور طاعة له عليه الصلاة والسلام، ومعصية ولاة الأمور معصية له عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا الوعيد عباد الله، إذا كان هذا الوعيد في عدم الطاعة، فما بالكم في الخروج على ولاة الأمور؟ فإن هذا من الذنب العظيم ومن الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج على ولاة الأمور والله لما سبقنا إلى هذا الأمر أحد. الشغل أجنو أصلا، ما هي طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وليست رجولة وعنترية كما يظن بعض الناس.
أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طاعة ولاة أمورنا وعدم الخروج عليهم، فكل من أبى فإنه أبى أن يدخل الجنة، أبى أن يدخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا من الخروج على ولاة أمور المسلمين، قال: من خرج على أميره قيد شبر، قيد شبر يعني قدر كده، من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية، فميتة جاهلية. هذا وعيد عظيم عباد الله، من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: إنه سيكون عليكم أمراء قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. وفي رواية: وسيقوم معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. قالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا إن أدركناهم؟ ما تأمرنا يا رسول الله؟ انظر لهذا السؤال العظيم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذا أدركنا الحكام الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس لا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أي وصف أعظم من هذا الوصف؟ قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله إن أدركناهم؟ قال: عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي رواية: إلا أن تروا كفرا صراحا عندكم فيه من الله برهان. والكفر ده ما بيحدد أي إنسان، ما أي إنسان يأتي ويحكم على ولاة الأمور أنهم كفروا وهو لا يدري معنى الكفر ولا يدري ضوابط التكفير ولا يدري شروط التكفير ولا يعلم موانع التكفير. هذا الأمر لا يرجع إلى كل الناس، إنما يرجع لأهل العلم الثقات. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يصلح أحوال بلادنا، وأن يصلح ولاة أمورنا. أسأله تبارك وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأن يعينهم بالبطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وأسأله تبارك وتعالى جنة الفردوس الأعلى، وأعوذ به من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فاحذروا عباد الله، احذروا كل الحذر من معصية النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تسمعوا لكل من هب ودب، والذين يكتبون في وسائل التواصل وغيرهم من الجهلاء والسفهاء وصغار السن وغيرهم، لا تسمعوا لأقوال هؤلاء. عندنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ما لنا ولقول فلان وفلان؟ عندنا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله لا تنزل البركات ولا يفتح الله تعالى على الناس من بركاته وخيراته إلا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ألم أقرأ عليكم قول الله تعالى في سورة المزمل: فعصى فرعون الرسول، أي عصى الرسول الذي أرسله الله تعالى إليه. فما الذي حصل؟ قال: فأخذناه أخذا وبيلا. فأخذناه أخذا وبيلا. معصية النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالأمر السهل عباد الله. وقرأت عليكم قول الله تعالى من سورة النساء: يومئذ، أي يوم القيامة، يود الذين كفروا وعصوا الرسول. ماذا يودون؟ قال: يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر، هذا تحذير من الله تبارك وتعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فتنة تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. قد يصيبنا الله تبارك وتعالى إذا عصينا النبي صلى الله عليه وسلم، قد يصيبنا بالفتن وبالعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. ومن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه هو الفائز. وقد يكون الأمر شاق عليك، الأمر قد يكون شاق، قد يكون صعب. ما تظن إن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون في كل الأمور أمر هين وعلى حسب الأمزجة؟ أبدا والله أبدا. أحيانا قد تكون في أمور شاقة وفي أمور صعبة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عذبوا وأوذوا، فكانوا لا يخرجون عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. خباب بن الأرت، والقصة عند البخاري، كان يعذبه المشركون عذابا شديدا أليما في صحراء مكة، في الصخور، في الصحراء تحت هجير الشمس، يعذبون خبابا رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولكن ليست له المنعة والشوكة والقوة والسلطة، لا يستطيع أن يدافع عن أصحابه في ذلك الوقت. فجاءه خباب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وهذا من شدة ما أصابهم من العذاب، من عذاب المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع في الأرض وينشر بالمنشار نصفين ولا يرده ذلك عن دينه، وإنه ليمشط بأمشاط الحديد وما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. اصبروا، الواجب علينا أن نصبر حتى إن نالنا ما نالنا من الأذى ومن الضائقات ومن فقد الأموال وغيرها من أمور الدنيا. فإننا إن صبرنا فتح الله تعالى علينا، لأننا صبرنا. والصبر مر مذاقته. ما تظن إن الصبر أمر هين؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصبر ضياء ولكن عواقبه أحلى من العسل لمن صبر وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.